انا ندمان قوي يا استاذه. ندمان يعني؟ ندمان ازاي؟ لو انا عندي الدوره كان بينام معايا. انت عندك ايه؟ الدوره كان بينام معايا. خلينا اصدمك يا صديقي في البدايه واقول لك ان الفيديو ده بلس 18، يعني انت لو اقل من 18 سنه اقلب الفيديو عادي. الست اللي قدام حضراتكم دي تقدر تسميها اقذر الاسماء، لو احنا قلنا عليها اقذر ست في مصر هيمشي عليها، ولو انت قلت بنت ابليس البكرة او مرضعه ابليس هيمشي عليها. اللي انت هتسمعه من كميه الاعترافات من الجرائم اللي هي ارتكبتها مش هتتخيل ان في ست بنفس القذاره دي. تعال بينا علشان نسمع الفيديو، ما اطولش عليكم في المقدمه، صوت وصوره منها وهي بتعترف بكل الجرائم بتاعتها. اللايك الجميل وسيب لنا رايك في الكومنتات، الله كريم. فلنبدا الحلقه. انا كنت بروح اعمل اصحار للناس، الدجال ده قال لي اه تعالي وهات لي حاجه من قطرها يعني. وانا عندي الدوره كان بينام معايا. الدوره كان بينام معايا، والحاجه اللي بتنزل مني ومنه بيعمل عليها العمل. طيب ايه المشكله اللي عندك اللي انت عايزه تحكيها؟ وليه اخترتيني انا بالذات عشان تحكي لي المشكله؟ انا اولا بتابعك من على صفحه هنا، انا بتابعك وبشوف انت بتعمل فيديوهات في الفيوم، فجيت لحضرتك بما انك انت ممكن تساعدني في مشكلتي، لان انا لو رحت لمشيخه الازهر مش عارفه اقول لهم ايه. مش عارفه، خايفه تروح مشيخه؟ طبعا. طب ايه المشكله اللي انت عايزه تحكيها؟ انا ندمانه قوي على اللي انا عملته، وان انا جايه فعلا فعلا ان انا احل مشكلتي، لان انا خايفه من ربنا. تمام. انا كنت بروح اعمل اصحار للناس. كنت بتعمل اصحار للناس؟ بالظبط، وكنت بخرب بيوتهم بطريقه غريبه، اللي هو فعلا الدنيا كانت بتبوظ بسببي، اللي هو انا طلقت ناس وخربت بيوت ناس واذيت ناس وجبت لهم مرض كتير، كل ده بالاسحار. طب اسالك سؤال، ايه بدايه القصه كانت معاك ازاي؟ انت متعلمه اصلا ولا مش متعلمه؟ لا انا مش متعلمه، وانا كانت سلفتي معاها كليه. سلفتك؟ فدي انا اذيتها طيب، ان كل واحده كان بيجيبها كانت بتبقى متعلمه. استني اذيتي سلفتك ليه؟ يعني سلفك ده اللي هو اخو جوزك؟ اخو جوزي. وبعد كده مرتين مطلق بسببي. مرتين مطلق بسببي؟ طب المره الاولى عملتي ايه؟ رحت للشيخ عندكم هنا. لا انت ما تقوليش الشيخ بقى، ما ينفعش تقولي الشيخ. لواحد دجال. رحت الدجال؟ رحت وقلت له ان انا عايزه سلفتي ديت ما تقعدش في البيت وتخرب بيتها ويطلقها في اقرب وقت. فعلا عمل لي اللي انا عاوزاه. الكلام ده من كام سنه؟ من سنتين. من سنتين. المهم الدجال ده عمل لك، قال لك ايه؟ الدجال ده قال لي تعالي وهات لي حاجه من قطرها، وفعلا خدت له الطرحه بتاعتها ورحت له وعمل لي العمل. خدت ايه من قطرها؟ خدت طرحه. خدت طرحه. طيب العمل ده يعني ايه؟ يعني هو العمل مقابل اللي خد مني فلوس كام؟ العمل 5000 جنيه في العمل. 5000 جنيه؟ بالظبط. علشان تعمل العمل ده؟ تمام. طيب وبعدين؟ تمام. المهم عمل لي العمل على نجاسه. على ايه؟ على نجاسه، عمل سفلي. يعني ايه بقى على نجاسه عشان تشوف بقى؟ يعني وانا عندي الدوره كان بينام معايا. عندك ايه؟ الدوره كان بينام معايا، والحاجه اللي بتنزل مني ومنه بيعمل عليها العمل. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ انا عارفه، وانا جايه لك بقول لك وانا ندمانه، اكيد انا مش هاجي لك واحكي لك مشكلتي غير لما اكون فعلا ندمانه. انت عملت عمل؟ انت خلي بالك، انت زنيت كده. ما انا بقول لك انا عايزه اتوب، بقول لك خايفه ان انا اروح مشيخه الازهر من اللي هيعملوه فيا. انت خايفه على رد فعلهم؟ ومن ربنا، لان انا فعلا اذيت ناس كتير. طيب ده العمل الاولاني، بعد ما عملتيه بقى ايه اللي حصل مع سلفتك؟ فعلا كان دايما بيقوم بينا وبين جوزها مشاكل بطريقه مستفزه، كان بيضربها وكان بيعذبها، وكان دايما بيشك فيها ان اخلاقها مش كويسه. وراح رمى عليها اليمين مره واثنين وثلاثه. وطلعها وانفصلوا؟ طلعها وانفصلوا. استني، هو الاعمال دي كانت بترميها فين ولا بتحطها فين، ولا هو اللي كان بيتصرف؟ لا انا كنت بحطها لهم في البيت. في نفس المكان. انت بتطلع بقى انت عشان سلفتها؟ ايوه. وهي ما كانتش مخوناني بقى. ما كانتش مخوناني. فعلا. ايه المشكله؟ كان عمل يعني بالتفريق صح؟ بكل حاجه، بالتفريق والمرض وان هو يفشل في شغله وكل حاجه، وفعلا خسر كل حاجه. طيب ده سلفتك الاولى. طيب بعد ما خربت بيت سلفك وسلفتك واتطلقت، سلفك راح اتجوز تاني طبعا. وعملت معاهم نفس الكلام. التانيه بقى ايه؟ كانت زي كده جهله ولا كانت؟ لا كانت برضه من عندنا. انا قلت لك جهله، بس انت جهله. لا انا فعلا باللي انا عملته ده فعلا جهله. معلش يعني، بس انا لا جهله، اللي بيعمل المواضيع دي جهله. تمام. بس برضه راح فعلا اتجوز من نفس المكان من ترسه، وجاب واحده بنت ناس جدا، وكانت محترمه جدا وتقيه الله جدا. وانا فعلا ندمان ان انا عملت فيها كده. عملت تاني؟ بس ده انا عملت لها بالمرض. التاني عملت لها بالمرض؟
ازاي بقى؟ انا رحت له برده وحصل نفس الحوار بيني وبينه. رحت له قلت له ان انا عايزه اعمل سلفيتي الثانيه. قال لي هو اتجوز؟ قلت له اه اتجوز، انا ما بحبش حد احسن مني. هو مرض، هو لا هو فعلا مرض. ليه ما بحبش حد احسن مني؟ طب هي كانت زعلتك في حاجه ولا اي حاجه؟ بتقول لك زعلتك في حاجه؟ ولا الاولى زعلتني والثانيه كانت احسن واحسن، وكانت معتبراني ان انا اكتر من اختها. طب ليه درجه ان انا طب ليه الحقد والضغينه اللي جواكي ده من الناس يعني؟ مش عارفه. ماشي اه تمام. عملت العمل التاني ده بنفس الطريقه اللي هو برده على نجاسه ودفعت له نفس الفلوس ورحت لنفس الشيء الدجال. الدجال رحت لنفس الدجال وحصل نفس اللي حصل وعمل علاقه معاه بالظبط. الحاجات اللي بتنزل بيحطها مثلا على ورقه ولا منديل ولا حاجه ويعمل عليها بس. المره كان ايه بقى ولا ايه حصل لها؟ كان السرطان. السرطان اه. وعايز اقول لك انها ماتت برده. ايه ماتت؟ تكلم جد ولا جد؟ والله ماتت. ايوه. قعدت قد ايه في المرض ده من بعد ما يعني ما انت سحبت لها؟ سنه. يعني ايه قعدت سنه مريضه؟ الاعراض ظهرت عليها من بدري من اول ما عملت؟ من اول لا من اول ما عملت. من اول ما عملت عبال ما هو لف بيها شويه وراح الدكتور قال له ده لا ده هي في حاله متاخره لان وصل للمعده عندها. وماتت. ماتت بعد سنه. هي كده ميته بقى لها 3 اسابيع بالظبط. ميته بقى لها 3 اسابيع. هسالك سؤال بس جاوبني بصراحه، وانت بتشوفيها كده بتتالم قدامك وتعبانه وبيجروا بقى على الدكاتره، انت كبني ادمه احساسك كان فين ولا ضميرك كان فين بصراحه؟ لا انا ما حسيتش فعلا الا بعد ما هي ماتت. حسيتي بايه؟ بالندم بقى؟ ايوه. بس هي بعد ايه؟ ان انا قتلت، يعتبر انا قتلت روح وخربت بيت روح ثانيه. انت عارفه انت عملتي بتعملي كوارث. انت عملتي كده دمرتي الدنيا. ودمرت نفسي. ودمرت نفسك. وقدام ربنا هعمل ايه؟ عارفه المشكله فين؟ يعني مثلا هقول لك لو انت ما بتصليش، لو انت مثلا ما بتعملي ما بتطلعيش الزكاه طرد ربنا، الحاجات اللي هي الحقوق اللي هي بتبقى متعلقه بربنا، اقول لك ماشي ربنا ممكن يسامحك ويغفر لك. بس المشكله اللي انت فيها دلوقتي دي حقوق عباد. حقوق عباد بمعنى ان ربنا يملك المغفره والرحمه اي حاجه، ولكن برضو اللي انا عايز اقول لك ان انت اتسببتي في اذيه ناس، والناس دي هتقعد قدام ربنا هتبقى عايز حقها. ما انا عايزه اتوب بس مش عارفه. هل هي ليا توبه بعد كل اللي انا عملته ده؟ انا عايز حضرتك تساعدني. بالله عليك ساعدني وما تسيبنيش في كل اللي انا فيه ده. انا اذيت ناس كتير قوي وخربت بيوت ناس كتير قوي هي وغيرها. بس انت حد تاني اذيتيه؟ ايوه. يعني جريتني دول انت اذيتي ناس تانيه؟ كتير. طب قولي اذيتي مين تاني بقى؟ مرات اخويا. مرات اخوكي؟ ايوه. يعني حتى مرات اخوكي واخوكي ما استموش منك؟ خالص. ليه مالها مرات اخوكي؟ انا برضه عملت لها نفس الكلام بس هي دي سابت الدنيا كلها وطفشت. طفشت ازاي؟ ما حدش يعرف عنها حاجه لحد دلوقتي. تتكلمي بجد؟ والله. ده عملت لها انت العمل ده ولا فين ولا عملت القصه ازاي؟ هو برضه في بدايه ما اتجوزوا كده كنا احنا بنروح عند والدتي وكانت دايما مفضلها عننا. احنا 5 بنات. مفضله مرات اخوكي؟ لانها كانت كويسه، كانت دايما بترعاها ودايما بتشوف مصالحها وكده. فانا كنت بغير. هي كانت كويسه. وانا كنت بغير منها ومن طريقتها، وبرضه انها كانت حلوه وبنت ناس برضه متعلمه وكده. فروحت عملت لها بالجنون. بالجنون؟ ايوه. لحد ما سبت البيت وطفشت ومحدش يعرف لا احنا ولا اهلها يعرفوا عنها حاجه. دلوقتي طفش البلد ده؟ ده هيجي 4 شهور دلوقتي. 4 شهور. انت يعني انت بتعمل الاعمال دي في اوقات يعني يعتبر اللي هو ايه؟ انا فاضي النهارده اروح اعمل عمل اراضي فلانه مثلا بتاع. بالظبط. مش عارفه حضرتك عامل ايه؟ تعمل ايه؟ هل انا ليا توبه؟ والله بصي دي حقوق عباد. دي حقوق عباد. انت عارفه في ربنا بيقول في 7 اجتنبوا 7 الموبقات اللي هم المهلكات، يعني في 7 ذنوب كده ما ينفعش نعملهم عشان دول اللي بيقلبوا ربنا على جهنم على طول. اول حاجه الشرك بالله، ثاني حاجه السحر. السحر يعني شفت السحر جربته وحطه عند ربنا ايه؟ بعد الشرك بالله على طول. اعمل ايه حضرتك؟ ولكن برضه انا ايه اقول لك ايه؟ يعني هو ده في واحد قتل 99 نفس وقتل 100 وربنا دخله الجنه، بس انا مش عارف. بص انا اقول لك حاجه، انا نازل لك الفيديو. بس بالله عليك بلاش صورتي وبلاش اسمي وبلاش اي حاجه. لا انا ما قلتش اسمك ولا انت قلت اسمك في الفيديو. انا هعملك حاجه على وشك في الفيديو. ماشي. بس توبي بقى. ما انا بسال حضرتك هل انا ليا توبه واروح فين واعمل ايه؟ يعني انا مش مختص عشان انا جاي لحضرتك لان انا عارفه انك انت اكيد تعرف حد هيساعدني في مشكلتي. انا اكيد اعرف ناس واكيد نزلت الفيديو على الصفحه عندي وهنشوف راي الناس ويعني هنشوف المشايخ هتقول ايه معايا. يعني انت ما خفتيش من ربنا وخايفه من طوع مشاكل غزر، يعني انت ما خفتيش من ربنا ما خفتيش من حد وخايفه تروح المشارع عشان ايه ما يبصلكيش بصه وحشه، صح كده؟ عيطي 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 يمكن تستريحي شويه. عيطي عادي. انا هقول لك ايه بس؟ هقول لك ايه في الناس اللي انت اذيتيهم دول؟ الست اللي اتجننت ولا الست اللي مرضت وماتت ولا الاولانيه اللي طلقتيها؟ ليه يعني؟
استاذ. طيب لا انا ندمان قوي يا استاذ. ندمان يعني ندمان ازاي؟ ده انت ما شفتيش حد ما عملتوش مش كده.